هذه قصة المدرب مشكلة. ارسل لك اعطيك شوف اختر ضيفك. ايوه تخيرني بين ثلاثة بجي انا اقول يابا اختر. ايه اختر ضيفك اللي هو ضيفك انت يكون. ضيفك انت. ضيفي وين؟ انت اختر الحين ضيفك. اوكي اخترت. خلاص اقلبه. ايوه تلقى اسم. حلو متسابقين. حلو يجي اسمعنا. ايوه ايوه تسلم. اوكي تسلم. شوف غيري. يجي هو الحين اصير انا وياه نناقشك. يعطيني معلومات عنك. بتحط اقرب الناس يعني. بنظامك. تمام. بس بتكون متغيره كلها ولا بتحط اسم لا واحد؟ والله بيصير ثلاث اسماء. انا بقول لك اختر ضيفك. انا والله بحط ثلاث اسماء واقول لك اختر ضيفك. علمني منهم. طيب مالك شغل. انا بختار كل واحد. انا بختار. انا بسوي كذا وبسوي كذا وبسوي كذا. اقول لك يلا اختر ضيفك. اختر لون يا هذه. ها صرت تختار انت واحد. اوكي خلاص انتهينا من اختيار الضيف. حلو يجي. انا خليه يجي طبعا. يصير مجهز لك كرسي جنبك. يصير انا اتوقف. تدار الله يعيننا عليه. ايه. اختر ضيفك سبع دقائق. حلو. ايه عشان انا ما ابغى اطول عشان الجمهور ما يمل. ايه سبع دقائق وعشان اخوي انا بعد ما يطفشوا. ايه صادق. سبع دقائق خلصت من اختر ضيفك. خلاص اقول له اقضب الباب. خلصنا من الضيف. نرجع الحين ليش؟ اسئله المستعجلين. خلا الحين نرجع اسئله من الشباب. من الشباب اللي هي عندي الفقره سؤال الجمهور. فقره سؤال الجمهور. خلاص انا الحين اعطي كم؟ عشر دقائق. عاد هنا انا بخليها اختياريه للشباب مفتوحه صراحه جراه. يبغى معلومه يبغى شيء عشر دقائق بس انه يقوم بصفته ايش؟ معك بلام لال متسابق في برنامج حياتك من جريده سونغو بونغو من راسه. ايه حلو فهمت. فهمت يعني يعطي اسم من من, إيه. من نفسه. جميل. إيه. بعدها شوف عندنا خلصنا من ايش؟ خلصنا من سؤال الجمهور. خلصنا من سؤال الجمهور. نجي لبعدها الفقرات. هذا خلصنا. هذا خلصناها طبعا. هنا هنا تيجي نجي لفقره اختر سؤالك. اختر سؤالك. هذه بتكون اقوى اسئله طبعا ولا شوف هو بيكون اختر سؤالك. حلو. انا بكون محضر طبعا. هذه انا الحين الى الان انا عندي فكرتين فيها لاني ما اعتمدتها. الفكرتين هذا اللي اختار من السؤال. اللي اختار السؤال من الثلاثه مو بنت. من الجمهور. لا ضيفك. هذه الفكره الاولى. إيه؟ اني اختارها ضيفك طبعا. انا وش حاط ورا يكون فيه سؤال مثلاً. انا اقترح يعني اقترح قبل ما تخلص دقيقة. لا 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 دقيقة. انا عندي 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 اشياء كثيرة لكن انا بعتمد الـ 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 هذا انه الضيف اللي يختار. اي ما حسب تعطيها حقها. لا بسبب. ايش السبب؟ انا اقول لك اياه طبعا. انا ما في سؤال. اجل الحين انت اذا قلب ذا ما تلقى سؤال فاضي. لا اجل طريقة السؤال فقط. كيف يعني طريقة السؤال؟ يعني مثلا انا الحين اقدم للضيف يسألك. حلو. جميل. أقدمها للضيف. الضيف بيسحب واحد يقلبه يلقى مكتوب سؤال غريب. سؤال أيه. محرج. محرج. حلو. سؤال. إيه فهمت كذا. أوكي ومن اللي يسأل؟ يسأل هو. هو اللي يسأل. يسألك. جميل. الضيف اللي أنا بجيبه. طيب حلو. يسأل. أنا عندي نفس الفكرة هذه عجبتني لكن انا اقترح يعني بما انه بتكون هذه اختر سؤالك. اوكي مو مشكله انه يختارها الضيف. لكن اللي يسال مو الضيف اللي يسال انت. ايوه كيف ايوه انت قبل شوي تقول الضيف اللي يسالك. لا هي كفكره هو تدري وش هو. ايوه هو بيختار. جميل. انا ليش؟ لان فيه شوف انا وش مسوي هنا الان في فقره زي مثلا سؤال محرج. ايوه تمام. هذه المسؤول عنها من هو؟ من هو؟ السؤال المحرج مسؤول عنها الضيف. حلو. هو اللي سألني سؤال محرج. هو اللي بيسألك سؤال محرج. في سؤال ثاني هذا خلاه غيرته بسؤال غريب مو بالطف يعني كلمه. ايه صح. وهذا السؤال الوحيد اللي انا اساله. جميل.
من بين الثلاثة. من بين الثلاثة؟ يعني إذا طلع هذا أنت اللي تسأل. أنا أسأل بس بطريقة، أنا شو أصير مسوي؟ أنا كاتب السؤال هنا. أيوه. سرينا مجهزين سؤال. أيوه. سؤال أبغاه منك. جميل؟ كيف سؤال تبغاه منك؟ يعني هو أنا اللي أسألك. لا. أجل. أنا اللي أسألك، لكن السؤال وش طريقته؟ سؤال معكوس. أنا السؤال عندي. حلو؟ أقول للضيف يقوله لك بس بالعكس. حلو. بمعنى. اجتماع لمساعدة طيب اسمع آخر الليل اجتماع ايش؟ اجتماع في مواطن تناقش فيها. طيب شوف التفت لم يعني مثلا خلنا نقول سؤال خلنا نقول السؤال يقول مثلا عمرك كم عمرك؟ لا لا مو اجل اوكي دقيقة انا طبعا اي مثلا انا ما راح اعطي كذا انا السؤال مثلا يقول انا اقول لك مثلا اي انت مثلا كم كانت نسبتك في الثانوي؟ ايه أقول لا معها أقل من 30 ثانية أسألك السؤال معكوس الثانوي نسبتك كم كان أو كان كم أيوة زي كده طبعا السؤال ما راح يكون كذا بيكون شوي أي شوي صعب أيوة كثير صعب قصدك كثير صعب هي. فهمت هي هذه بس الشيء اللي أنا بضيفه حلو. عشان يكون فيها بس إنه ضحك إنه نسوي فيها نوع من الفكاهة طيب جميل بالعكس المفروض هذه تكون وش صلخ الصلخ بيكون فيها دولي الثنتين الباقي يعني الثاني اللي هو السؤال ومن يسألها الثانية الضيف لا أنا بصير مجهز سؤال الحين اسمعني هذا السؤال المعكوس أيوة هنا السؤال المحرج عشان أفهم أنا الحين جميل. أنا لاحظت مخي لا ما لاحظت مخك هذا الحين هذا السؤال المحرج والسؤال الغريب تمام أيوة. طلع مثلا اخترت أنا مجهز سؤال اخترت أنا مثلا سؤال غريب أنا مجهز من اللي بيسأل أنت أنا مجهز سؤال إيه من اللي يسأل أنت يسأل الضيف بس أنا اللي مجهز السؤال لا بتكون أقوى بتكون منك ايوه انا قلت انا في البدايه شوف ادري انه في البدايه انك انت اللي بتكون كاتب السؤال وان السؤال منك لكن انت لما تساله انت بيكون اقوى فاهم ايوه انت تقول الضيف اللي بيسال الضيف يسال السؤال المعكوس بس اي السؤال غريب والسؤال محرج انا اللي اسالها يعني اللي يقراها مين ترى كل شيء غير رايك انت والله ما غيرت اللي يقرا ايش اللي يقرا السؤال الحين انت كاتب السؤال تحت مثلا سؤال محرج كاتب السؤال تحت اللي يقرا مين اللي انا ولا هو ما مشكله انا ابغى اعلمك ليش انا اعلمك ليش لان الحين اذا جاء الضيف وش بيسوي وش عنده يسالني او يناقشني او يدردش معي اي يدردش انا ما أنا مخليه هو اللي يجي يطول معك اي سبع دقائق انت بتطول سبع دقائق بس انا لا سبع دقائق انا بصير اناقشه اتناقش انا في شيء امور تخصك حلو انت مالك علاقه فيها حلو انت ترد عليه لك الحق ترد حلو تمام حلو. بس انها بعدها قبل يمشي اقول له خلاص طيب اختر سؤال يختار سؤال يمشي بعد ما ينقول السؤال وخلاص يمشي يعني هو اللي بيقرا السؤال يعني هذا اللي بوصل له بالضبط بس أوكي. خلصنا منها خلاص الحين وصلنا فقرة ايش بعدها نروح لسؤال الجمهور اللي قلت لك اياه اللي بيكون من الجمهور هنا ولا لا لا الجمهور أيه. اللي هم متسابقين الباقين ايوه تمام هم اللي يسألون حلو حلو خلصنا من عندهم عندك هي فقرة نترك للضيف هذه عندي فقرة ثلاث دقائق اللي هو الشيء لك المايك خلاص انا اعطيك المايك تمسك هذه يحق لي اتكلم مع خلف الاشجار يحق لك بس بطريقه غير مباشره لا هو لازم انا والله ناوي مباشره لا لا كذا لا طبعا ما يحق لك انك تخاطب مباشره ليه بس هذه سياسه اللقاء وش برنامجك ذا اللي ما اقدر اتكلم مع جمهوري ما انت بقناتي انت المهم طلبت الفكره الحين صح طيب يلا ابي معلومات انا بسالها عشان بس انا اجهز اسوي اعداد للاسئله ان الرؤوس تجمعت ايه من زمان قل والله اي والله طيب اتوقع ما يحتاج نسوي اصلا فقط خلاص لا بس انه احسن انا الحين فما شان ايه ديكور بسيط جست احتاجت الفقرة هذه طبعا سحبوا عليها كلها ولا قسما بالله هذه سحبوا عليها ولا البورتاج هذه اللي سحبوا عليها التواصل مع فريق خدمة المحاور اللي قاضيف سحبوا عليها ولا كلها ثلاثة اقسم بالله العظيم النية ليش تدري ليه بس هي كانت هذه انه عشان كلها عشان هذه شوف كلها عشان ذي شوف كلها لانها مربوطة بايش ايه توقع ايه هذه طيب الحين لكن انا الحين اقول لك بجتمع مع هذا لا طرت عليه فكره ثانيه ما قدمتها له انا ايه للراس الكبير
ما ذكرتها له بالطريقه هذه، فانا الحين جت الطريقه بقول اعطوني ايميل. والله حاولي ما اسمعك ذيك المره تروح عادي اسمع شغله. اي والله عادي عادي، لا عشان لا اكتب من الذين يتجسسوا. لا 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 ان شاء الله ما انت من الذين يتجسس. وقفت على اليوم يا احمد. ها اقول وقفت على اليوم. لا 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 انا عادي ما اتجسس، واذا اقول شيء بوجهك اقوله يعني. طيب يعني وقح فهمت، فانا اشطرت علي الحين بقول لهم بروح الاداره وبقول اعطوني ايش ايميلكم. ايميل يرسلون عليها. اي الايميل الاداء. طيب يكون عليها نفس الموضوع، موضوع هذا بطرح ذا بقول لهم ذا حلو وهذا. طيب وين هذا؟ هذا ما نبقى، اذا قدر اذا وافق كويس، اذا وافقوا على هذا اعطهم هذا بعطيه انا. طيب انا لا بضرب، انا بضرب اثنين سوا عشان لو وافقوا يوافقون على واحد اقل شيء. عصفرين بحص صح، واذا وافقوا يوافقون على الاول على الاقل. هذه شفت كيف؟ فبروح لهم بقول اعطوني ايميل، بقول لهم لا تواصلوا ولا شيء، هم بيرسلوا لكم اياه، انتم شيكوا عليه، اذا شفتوه مخالف ولا في شيء لا تقبلوا. اي قولوا زي عادي يعني، زي 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 بروفايلك. اي زي بروفايلك، تعرضون فيديوهات تعرضونها عادي، بس يمكن الرفض عشان كان من ممكن من الفريق. انا اقول لك هو عشان زي كذا. اي يمكن. طيب متى اخر وقت يعني عشان اسلم لك الورقه؟ شوف انا عندي باذن الله بكره. متى الفقره بالضبط؟ خليني بشوف عندنا هذه متى، عشان انا بقول لكم شويه في الاجتماع حق ذيبان. بكره ايه؟ بكره ثلاثاء. اوه كيف ثلاثاء؟ اليوم اسري. لا لا بكره ثلاثاء اليوم. اعطونا اسري صح، تناغم مع الاسره يا رجال. هذه اصلا ملخبطه، صحي وسهر كلهم.